بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله يا شباب نشتغل مع بعض قصة Great Expectations. هنتناول القصة إن شاء الله شابتر بشابتر، فصل بفصل، فركز معايا كده علشان إن شاء الله نقدر نلم القصة. طبعا زي ما أنت عارف إن القصة الأسئلة بتاعتها بتكون critical thinking. يعني ايه بقى؟ يعني انت طبعا بتفهم السؤال وتعبر باسلوبك، فلازم يكون عندك خلفية عن القصة كلها. اوكي، يبقى ايه، في عندي هنا حاجتين مهمين جدا. اولا لازم اكون عارف طبعا القصة احداثها، حاجة تانية طبعا حافظ vocab عشان اقدر اعبر باسلوبي عن اللي انا فاهمه. اول سؤال عندي بيقول ايه بقى؟ How did Bib feel when he stole the food and the file؟ بيب لما سرق الفود والفايل حس بايه؟ لما سرق ايه الفود والفايل حس بايه؟ تمام كده. طيب ناخد اول ليه نقطه، هي فيلت جيلتي، يعني حس ايه بالذنب. هي فيلت جيلتي يعني هو حس بالذنب. طيب هي وونتد، طيب ديد هي دو اني ثينج تو ريليف هيم سيلف. ريليف يعني بقى ايه؟ هو عمل حاجه عشان يريح نفسه، عمل حاجه علشان يرضي ضميره. اوكي، ايه اللي عمله بيب؟ أو هل هو عمل شيء علشان يرضي ضميره ولا لا؟ الأول he wanted to tell Joe what he had done، كان عايز إيه يقول لجو إيه على هذا الشيء اللي عمله، كان عايز يصارح جو باللي عمله. طب هل هو صارح جو؟ طبعا لا. he didn't tell Joe، ما قالهوش، هو حب يصارحه، حب يقول لجو لكن ما قالهوش. طيب ليه؟ because he thought that he might not want to be his friend if he had أو if he did. هو طبعا حب يريح ضميره، فحب يصارح جو ويقول له عمل ايه لكن ما قالهوش. طيب ليه؟ he might not want to be his friend if he did. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو خاف. خاف من ايه؟ خاف لو هو قال لجو اللي حصل، جو هيزعل منه وما يكونش صديقه مرة تانية. وبما انه بيحب جو عشان كده خاف على ايه؟ على هذه العلاقة الطيبة بينه وبين جو، عشان كده طبعا مرضاش يقول لمين؟ لجو. نمبر 2، What is your impression، انطباعك of the man that Bib meets in the graveyard؟ يبقى انطباعك عن الراجل اللي قابله بيب فين؟ في الجريفيارد. طيب clarify your answer، يعني وضح اجابتك. طيب اوكي، يبقى ايه انت انطباعك عن الراجل اللي قابله بيب في ايه؟ في المستنقعات او في الجريف يارد، في ايه؟ في طبعا المقابر. ايه انطباعك عن هذا الرجل؟ At first I didn't love him، في البداية انا ما حبيتهوش. في الاول خالص الراجل ده انا ما حبيتهوش. اوكي تمام. But ولكن after he helped Bib I loved him، ولكن بعد ما هو عمل حاجات كتيرة جدا وساعد بيب أنا حبيته. ليه؟ الراجل ده عمل حاجات كتيرة حلوة لبيب، حاجات جميلة لبيب، ساعده. أوكي؟ طب إيه بعد كده؟ أنا انطباعي اتغير، وبدل ما كنت بكرهه، أوكي، أنا إيه؟ أنا حبيت هذا الرجل. I loved him. Number 3، How does Dickens، ديكنز مين ده؟ ده الكاتب اللي هو إيه؟ تشارلز ديكنز، أوكي؟ Use the natural environment to reflect the character's feelings، يعني زي هو استخدم طبعا ايه بقى إيه البيئة الطبيعية عشان يعكس ايه بقى مشاعر الشخصيات، مشاعر الشخصيات. اوكي، قلنا Bib's afternoon was cold and gray، طبعا قلنا الظهر بتاع ايه بتاع بيب كان ايه بقى؟ كان cold and gray، كان برد ورمادي. اوكي، يعني رمادي يعني في سحب، يعني like this period of his life، زي ايه؟ زي اوكي طبعا ايه فترة حياته في هذه الفترة. طيب اوكي، قلنا that was dark and sad، dark and sad، حياته كانت ايه؟ كانت dark و sad. حياة بيب في الاول كانت ايه؟ كانت dark and sad، حياة مأساوية. يبقى ايه؟ قلنا هو ربط اوكي طبعا البيئة الطبيعية بإيه؟ بشخصيتي، شخصية بيب. قلنا حياة بيب في الأول كان مالها؟ كان دارك وساد، صح كده؟ تمام. عشان كده الكاتب قلنا وصف الطبيعة بإنها cold and gray،
كولد اند جراي. طيب ليه؟ عشان تلائم هذا ايه هذا او هذه الشخصيه. تاني يبقى نقول بقى ايه، حياه بيب في الاول كانت ايه، كان دارك اند ان ساد، مش كده؟ تمام. طيب عشان كده الكاتب قلنا اوكي وصف الطبيعه بانها كولد اند جراي. ليه؟ عشان تناسب هذه الفتره من حياه بيب. While بيب was running after he met the convict. طيب after he met the convict، طبعا لما ايه بيب جري بقى وخاف من ايه وكلم الراجل، طبعا هو رجع البيت. سكاي was angry. ليه؟ بيب في الفترة ديت بقى او في هذه اللحظات كان خايف جدا. طبعا الراجل قابله وطلب منه حاجات، الفود والفايل، اوكي. فبيب طبعا خاف وجري على البيت، هو خايف، خايف ومرعوب. فالكاتب خلى ايه او وصف السماء بان هي بها انجري. انجري يعني ايه؟ يعني غاضبه. نمبر 4، What do we learn about Mrs. Jo when she says I didn't want to look after you؟ دايما اخت ايه، اخت بيب دايما كانت بتقول له هذه الجمله I didn't want to look after you. دايما كده ايه كانت بتقول له ايه، بتقول له هذه الجمله، انا مش عايزه اعتني بيك، انا مش عايزه اكون ايه، اكون امك، انا مش عايزه ايه، طبعا وهكذا. ليه بقى؟ دايما بيضايقها ودايما بينرفزها وهي دايما عصبيه وبتعامل وحش جدا. It's bad enough being a blacksmith's wife. مش بس كده، مش كفاية ان انا صابرة ان انا ايه مرات البلاك سميث الحداد، كمان I never asked to be your mother. انا مش عايز اكون امك. يعني يبقى ايه واضح عليها ان هي دي ايه طبعا متشائمة، وواضح عليها ان هي اصلا مش راضية بحياتها ولا كونها كانها مرات البلاك سميث جو، ولا كونها ايه اخت ايه اخت لبيب. She was cruel. كان دايما cruel. بيتعاملوا بطريقة وحشة جدا، cruel to Beb. And unsatisfied with her life. دايما كده اريد نقول على ايه، على مسز جو صفتين. اول صفة she was cruel. كانت ايه، كانت شرسة، بيتعاملوا بجفاء، اوكي، كانت قاسية معايا. She was cruel to Beb. يبقى اول وصف ليها she was cruel to Beb. الوصف الثاني she was unsatisfied with her life. يبقى عنده وصفين تاني. اول وصف اهو، اوكي، she was cruel. She was cruel، كانت قاسيه مع بيب، تو بيب. الوصف الثاني she was unsatisfied with her life، يعني بقى مش راضيه بحياتها، غير راضيه ايه بحياتها. اوكي، نمبر 5، I hope we don't find اوكي the convict Joe. بتمنى يا جو ان احنا ما نلاقيش ايه طبعا المجرمين. يا ترى ليه بيب هذه الجملة؟ ليه قال هذه الجملة؟ ليه؟ يا ترى ليه؟ طبعا بيب هو ماشي مع ايه؟ مع جو، مع الشرطة، قال هذه الجملة. والله يا جو أتمنى إن إحنا إيه ما نلاقيش المجرمين. طب ليه قال الجملة دي؟ يا ترى ليه؟ بيب sympathized with the convicts. كان متعاطف معاهم. He sympathized with the convict. كان متعاطف مع ايه هؤلاء المجرمين، علشان كده قال هذه الجملة. نتمنى ان احنا لا نجد هؤلاء المجرمين. اوكي، نمبر 6، What favor do you think Miss Jo did for Beb؟ يا ترى اوكي ايه المعروف اللي قدمته اخت بيب لبيب، او مرات جو لبيب؟ طيب She took care of him after his parent died. Took care يعني اعتنت. She took care ايه؟ She took care of him. هي اعتنت بيه امتى بقى؟ After his parents died. بعد ما بابا مامته ايه ماتوا، هي ايه اللي تولت ايه طبعا تربيته والاعتناء بيه. تاني يبقى she took care of him after his parents died. هي طبعا اعتنت بيه بعد ايه بابا مامته ماتوا. Number 7، Bib was helpful to the convict. كان متعاون مع الكونفكت، صح كده؟ تمام. طب عمل ايه بقى؟ اشرح لي بقى عمل ايه؟ ايه الحاجة اللي عملها بيب تدل على انه ايه كان متعاون مع ايه، مع هذا المجرم الهارب؟ He took okay him some food and a file. ايوه، جاب له ايه؟ جاب له some food and a file. تاني يبقى he took the convict okay احضر او حمل لهذا ايه المجرم او هذا المتهم ايه بقى حاجتين. اول حاجة some food والفايل. تاني يبقى he took the convict some food and a file. تاني he took the convict some food
and a file. Okay. Number 8. Do you sympathize with Beb؟ هل أنت متعاطف مع بيب؟ متعاطف ولا مش متعاطف؟ وتقول لي ليه؟ Yes. أيوة أنا متعاطف معاه. ليه؟ أول سبب He was an orphan. يعني هو إيه؟ إنسان طفل يتيم. He was an orphan. تاني He was an orphan. السبب تاني His sister treated him badly. أخته دايما بتعامله بطريقة وحشة جدا. His sister treated him in a very bad way. Okay. يبقى إيه؟ أنا متعاطف مع بيب. ليه طيب؟ عشان سببين. أول سبب عندي هنا يا شباب قلنا He was an orphan. يعني هو طفل يتيم. السبب التاني His sister treated him badly أو in a very bad way. Number 9. Why do you think that Joe was a good blacksmith? جو طبعا ده بلاك سميث كويس جدا. صح كده؟ ايوه انت متفق معايا؟ تمام فعلا. طب ايه الدليل على كده؟ ايه الدليل على ان ايه؟ ان الراجل ده اللي هو ايه؟ اللي هو جو بلاك سميث حدد كويس محترم كده وكويس وماهر ومتقن لشغله. The soldiers الجنود visited him to mend some handcuffs. ايوه قولوا طبعا الشرطه علشان ايه؟ علشان يصلح بعض ايه؟ الاصفاد، يعني اصفاد يعني القيود. اوكي هاند كافس، هاند ايه؟ هاند كافس. انت عارف الكلبشات بتاعت الايه؟ المجرمين ديت. قولوا طبعا هم ايه؟ سالوا في القريه عايزين حداد شاطر اوكي يصلح لنا هذه الاصفاد، يا ترى نروح لمين؟ فالناس طبعا اهل القريه دلوه على مين؟ دلوه على ايه؟ على جو. هذا دليل على ايه بقى؟ ان الراجل ده ماهر وشاطر في شغله. يبقى تاني the soldiers visited him زاروه ايه كمان؟ to mend some handcuffs عشان يصلح ايه اللي هم ايه؟ القيود او الاصفاد. Number 10 جو and his wife treated Bib differently. جو ومراته كل واحد فيهم كان بيعامل بيب بطريقه مختلفه. صح كده؟ متفق معايا على كده؟ طبعا. طب ايه ازاي؟ اشرح بقى كده. قلنا طبعا جو ووز بيبز فريند. جو ده كان راجل محترم جدا. جو ده كان بيحب ايه بيب، كان صاحبه كان صديقه. عشان كده كان بيعامله ان ا فيري جود واي، بيعامله بطريقه كويسه جدا، كان صديقه وحبيبه بيحبه يعني. لكن اخته مس جو لايك تو كومبلين about Babe. She was often angry. دايما بتشكي، دايما complain about Babe. دايما بتشكي من Babe. دايما she was often angry. دايما متضايقة وغضبانة منه. يبقى كده ايه بنقول؟ ان treat يعني يعامل، يعني ايه جو ومراته كل واحد فيهم بيعامل Babe بطريقة مختلفة. صح كده؟ انت متفق معايا؟ تمام بالظبط. طيب ايه الدليل؟ قلنا جو ده he loved Babe. كان بيحب Babe. He was his friend. كان صاحبه. He treated him. كان بيعامله in a very good way. بطريقة كويسة جدا. ولكن Mrs. Joe مراته بقى قلنا like it to complain about Bib. كان دايما بتشكي من Bib. She was often angry. دايما دايما غضبانة من ايه؟ من ايه؟ من Bib. دايما she treated him in a cruel way. دايما بتعامله بطريقة ايه؟ قاسية. In a cruel way. Okay? طيب. Number 11. Do you agree that Mrs. Joe that Babe was lucky she looked after him? Why? قلنا طبعا بتقولي بقى هل تتفق مع السيدة جو ان بيب كان محظوظ لان تعتني بيه؟ بتقول له ايه؟ بتقول له ده انت تشكر ربنا لان انا بعتني بيك. اخته بتقول له ايه؟ انت المفروض يا بيب تشكر ربنا لان انا بعتني بيك. طب هل هي محقه في هذا الكلام؟ طبعا لا. I don't agree with her. بالظبط كده خالص خالص خالص. ليه؟ ده من سوء حظ بيب. من سوء حظ بيب ان اخته اللي هي ايه؟ اللي هي إيه؟ مراد جو. She treated him. She treated بيب cruelly. In a cruel way. بطريقه ايه؟ قاسيه جدا. أو ممكن أقول عليها badly. She treated him badly. أو cruelly يعني بطريقة قاسية بطريقة وحشة جدا. يبقى I don't agree with her. أنا لا أتفق معها على الإطلاق. I don't agree with her. ليه؟ Because she treated him in a very bad way. She treated him cruelly يعني دايما بتعامله بطريقة قاسية جدا. She
always complain about him. دايماً بتشتكي منه. She was often angry with him. دايماً غضبانة معاه. دايماً بتزعق له. أوكي؟ عشان كده طبعاً ده يدل على إن هي بتعامله بطريقة وحشة جداً. Number 12. Mrs. Joe considered herself unlucky to be married to Blacksmith. دايما كده بتقول ايه انا حظ وحش انا اتجوزت الرجل ده. دايما بتشكي بتقول ايه انا حظ وحش جدا اتجوزت بلاك سميث. طب ده بقى ايه؟ Do you agree with her؟ يعني هل هذا بلاك سميث اوكي اللي هو جو ده كان انسان وحش؟ Do you agree with her? I don't agree with her. أنا لا أتفق معها على الإطلاق. ليه؟ لأن مستر جو was a kind and helpful. الراجل ده كان كويس جدا. Was a kind and helpful man. من خلال القصة اتضح لينا إن جو ده إنسان a kind. إنسان طيب جدا. فعلا هو أحسن منها بكتير. ده مش تحيز يعني. يعني إيه؟ إحنا على حسب القصة بتقول كده. أوكي؟ يبقى he was kind. And helpful man. تاني he was kind and helpful man. تاني يبقى انا ايه ممكن اقول طريقة تانية ان she was ambitious. هي طموحة. انسان عندها طموح. اوكي او عندها طموحات. She wanted to marry a wealthy man. كانت عايزة كده تتجوز رجل غني. عايزة تحقق طموحاتها. اوكي لكن هي مش راضية بمين بقى؟ بجو. بالرغم من جو ايه بقى؟ جو was a kind and helpful man. يبقى الإجابة I don't agree with her. Okay. ليه؟ Because Mr. Joe was a kind and helpful man. Okay. Number 13. Why do you think the convict needed a file? Okay. احنا قلنا طبعا فايل هنا لو انت كشفت عنها بتلاقي بمعنى ايه؟ بمعنى اللي هي ايه؟ مبرد. ان هو يوصل ايه بقى يوصل مطرقة يعني زي الشاكوش كده. ليه هو هذا الكونفكت محتاج ايه الفايل ده؟ انت بالترجمة كأنها مبرد كأنها مطرقة كأنها شاكوش. اوكي اي حاجة ايه طبعا من الحاجات دي طبعا تؤدي الغرض. طب ليه هو يا ترى كان محتاج ايه الفايل دوت؟ ليه هذا الكونفكت محتاج هذا الفايل؟ to take off عشان ينزع عشان يكسر او to break take off أو break his leg irons and get away quickly. تاني يبقى to take off يعني ينزع يكسر to break يعني to break his leg irons الأصفاد بتاعته بتاعت رجليه and get away أو escape. get away يعني يهرب quickly يهرب بسرعة and get away. يبقى ايه الإجابة ممكن نقولها يا شباب ايه على جزئين. أول جزء عندنا فيه to take off his leg irons. تاني أو كده معايا to take off his leg irons. تاني to take off his leg irons. أوكي السبب تاني أو نقطة تانية to get away أو to escape quickly. to escape أو to get away quickly. to get away أو to escape quickly يهرب بسرعة. أوكي طيب عندي هنا يا شباب 14. What did Bib and Joe hope the soldier won't find the is a convict? ليه بيب وجو اتمنوا ان الشرطة لا تجد ايه المجرمين دول؟ السؤال ده احنا قلناه قبل كده. They sympathized with the convicts. تعاطفوا معاهم. They sympathized with them. They نحفظ الكلمة دي خلي بالنا منها مهمة جدا. Okay. They sympathized with the convicts. Again. They sympathized with the convicts. هم طبعا تعاطفوا مع المجرمين دول. Number 15. What do you think Mrs. Joe wasn't able to understand Bib? في misunderstanding. في سوء فهم بين بيب واخته. يا ترى ليه؟ يعني مش متفاهمين مع بعض. بيب واخته مش متفاهمين مع بعض خالص. دايما بتشكي منه. دايما بتعمل وحش. دايما بتصرف منه. ليه؟ يا ترى ليه بقى؟ She was 20 years older than him. أكبر منه بعشرين سنة. يبقى في هنا أي فرق أجيال. في فجوة زمنية بينهم. يبقى she was 20 years older than him. Again. She was 20 years older than him. Again. She was 20 years older than him.
فبالتالي she was not kind to anyone. أو ممكن أقول she was not kind to him. أو ممكن أقول بطريقة تانية she didn't understand him. لم تفهمه. She didn't understand him. مش فاهمة تفكيره، مش فاهمة هو عايز إيه بالظبط. نقول تاني she was 20 years older than him. هي أكبر منه ب 20 سنة. عشان كده she didn't understand him. هي لم تفهمه. أوكي؟ طيب 16 Why you think that the convicts ask Bib a lot of questions. سألوا سئلة كتير. يترى ليه؟ ممكن هنا أقول لي بقى هذا الكونفكت، هذا المتهم دوت الهارب ده انتليجنت ذكي، صح كده؟ أنت متفق معايا؟ فعلا صح يا مستر، هو ذكي جدا. طب إيه الدليل بقى شاطر؟ أيوه الدليل يا مستر إيه بقى؟ إن الراجل ده أول ما قابله سأله What's your name? Where do you live? أنت اسمك إيه وساكن فين؟ ليه بقى؟ علشان يخوفه، عشان يقول له ايه لو انت ما جيتش انا هجيبك، اوكي هتروح مني فين. عشان كده قال له انت اسمك ايه وساكن فين، عشان لو ما جاش اوكي هو بيقول له كده ايه عشان يخوفه، يقول انا عرفت اسمك وعرفت ساكن فين عشان لو انت ما جيتش انا هجيبك. اوكي to make sure that Bib was safe before asking him to bring the food and the fire. يبقى سأل اسئله كتيره. اوكي سأل اسئله كتيره ليه بقى؟ يبقى طبعا ممكن اقول بطريقه ثانيه to make sure that Bib will bring عشان يكون متأكد ان Bib ده هيجيب له ايه؟ هيجيب له الفود والفايل. To make sure that Bib عشان يكون متأكد ان Bib هيجيب له ايه؟ هيجيب له الفود وايه والفايل. ليه بقى؟ عشان يعرفه ان انا عرفت اسمك وعرفت ساكن فين، لو انت ما جبتش الفود والفايل انا هجيلك، ما تقلقش يعني هتروح مني فين. وبيب طبعا ده عيل صغير لسه صغير فخاف. قال انا لو ما ايه ما وديتش ليه طبعا او لم اعطيه الفود والفايل هيجيني، عشان كده بيب نفذ وعده وراح له وداله الفود والفايل. اوكي تاني يبقى ليه الكوميك دوت سال بيب اسئله كتير من ضمنها اسمك ايه وساكن فين. تو ميك شور عشان يتاكد ذات بيب ويل برينج هيم، يجيب له ايه الفود والفايل. اوكي نمبر 17 بس جو ووز انساتسفايد وذ هير لايف. تاني unsatisfied، خلي بالنا من الكلمات دي، خلي بالك بيلعب ايه عليها جدا. unsatisfied هي غير قانعة غير راضية بحياتها، صح كده؟ ايوه اوكي. طيب ايه الدليل؟ هي قالت ايه بقى ايه she considered herself unlucky، هي بتعتبر نفسها unlucky غير محظوظ تعيسة. بتقول انا حظي وحش. طب ليه؟ ليه يا ستي حظك وحش ليه؟ to be married to a poor blacksmith، لاني متزوجه من a poor blacksmith. دايما هي بتشيكي كده بتقولي بقى ايه انا حظي ايه وحش جدا. طب ليه؟ علشان هي ايه بقى to be married to، لان متزوجه من a poor blacksmith. a poor blacksmith تاني يبقى دايما هي بتحس نفسها ان هي unlucky يعني غير محظوظه. طب ليه to be married اوكي تو ابور بلاك سميث، لان متجوزه من ايه من حداد، مش اي حداد يعني ايه بور يعني ايه جو ده كان على قده يعني. 18 هاو كان يو بروف ذات بيب ووز ان انسنت بوي. انسنت يعني بريء، انسان بريء يعني طفل صغير يعني انسان طفل ايه على ايه على طبعا اوكي كان بريء. قلنا he felt guilty when he stole the food. ده يثبت ان الانسان ده ايه طبعا نقي من جوه. بيب ده كان انسان بيور، كان innocent، كان بريء، كان ايه كان نقي. الدليل ايه بقى؟ he felt guilty، حس بالذنب. when he stole the food and ايه طبعا from ايه from طبعا Joe's house. يبقى تاني قلنا he felt guilty حس بالذنب when he stole the food and a the fire. Okay. Bib loved Joe too much. Proves that. هل يا شباب هنا هل هنا بيب بيحب جو؟ بيحب جو صح كده؟ طيب تمام يعني متفقين على كده؟ ايوه فعلا بيب بيحب جو وجو بيحب بيب. يا سلام انت قلت كده. بالظبط كده. هم الاثنين بيحبوا بعض صح كده؟ تمام قلنا ايه بقى؟ بيب ايه بيب قلنا loved ايه جو صح كده؟ وكمان جو بيحب بيب. طب ايه اللي يثبت كده بقى؟
ركز معايا كده. قلنا he didn't want to tell Joe he stole the food. هو حب يصرح ايه صرحه ويقول له ايه، يقول له جو انا سرقت ليه الفود، لكن ايه بقى، لكن رفض، رفض يقول له. طب رفض يقول له ليه؟ علشان ايه؟ هو خاف لا يفقد صداقته تاني. بيب قلنا didn't want to tell Joe في الاول، هو ايه كان حب يقول ليه ليه جو ان هو سرق الفود والفايل في الاول خالص. قال لي انا احسن حاجه بقى ايه، هصارح مين؟ هصارح جو واقول له انا سرقت الفود والفايل، احسن حاجه بقى. لكن رجع في كلامه ليه بقى؟ بعد كده غير رايه. هي didn't want to tell Joe that he stole the food and the file. طيب ليه بقى؟ خلي بالنا السبب ده اكبر دليل على انه ايه، انه بيحب جو. هي wouldn't lose Joe as a friend. مش عايز يفقد جو كصديق. He wouldn't lose، مش عايز يفقده as a friend because he loved، هي بيحب مين؟ هو بيحب ايه؟ بيحب جو، فمش عايز يفقده كصديق. He wouldn't lose Joe as a friend. تاني he wouldn't lose Joe as a friend، هو مش عايز يفقد ايه جو كصديق، عشان كده طبعا ايه ما قالهوش. اوكي. بيب هاد a sad childhood. childhood يعني طفولة ايه sad، حزينة يائسة. طبعا بالظبط. اوكي هنا ايه مطلوب مني؟ اقول كل حاجة وحشة حصلت معي مع ايه، مع ايه، مع بيب. اول حاجة he was an orphan، ده رقم واحد. he was an orphan يعني طفل يتيم. حاجة تانية he cried a lot، كان دايما بيعيط، بيبكي كتير. his sister was cruel to him، اخته كانت قاسية جدا معاه. عشان كده قلنا ايه، his childhood was sad، طفولته كانت sad، كانت حزينة. ليه بقى؟ قلت تاني اول سبب عندي he was an orphan. يبقى لو قال لك بقى ايه، جو حياته كانت ايه صعبة جدا. ايوه جو عايش حياة طبعا حياة يائسة، حياة حزينة. اي حاجة من الاسئلة ديت نفس الاسباب. اول حاجة he was an orphan، طفل يتيم. حاجة تانية he cried a lot. حاجة تالتة his sister was cruel to him. his sister was cruel to him، دايما ايه قاسية معاه، بتعامل وحش. she treated him in a very bad way. she treated him in a very bad way. عشان كده بقى ايه طفولته كانت ايه كانت sad، طفولته كانت ايه كانت sad، كانت حزينة جدا. اوكي. 21 the convict was a frightening man، كان راجل ده ايه فرايت، مخيف، صح كده؟ ايوه. اثبت بقى، عايز اثبات، عايز دليل. prove، اثبت، برهن على كده. هو كان راجل مخيف. ايوه فعلا كان راجل مخيف. he threatened to kill Bib. هدده ان يقتله. to he threatened to kill Bib. لو ما جبتش الحاجه دي اللي قلت لك عليها I will kill you، هقتلك. اوكي okay. I will kill you. يبقى he threatened to kill Bib. امتى بقى يقتله؟ امتى؟ if he didn't bring is the food and the and the file. لو انت ما جبتش الفود والفايل I will kill you. 22 do you think that Mrs. Joe would do if she knew Bib stole the food. يا ترى what يا ترى لو اخت بيب عرفت ان اللي هو اللي بيب ده هو سرق ايه، سرق ايه طبعا ايه الفود، هتعمل فيه ايه؟ الله، لما هي اصلا في الطبيعي بتعمل وحش، تخيل بقى لو هي عرفت ان هو سرق الطعام، هتعمل في ايه؟ هتعلقه طبعا. she would punish him severely. punish him طبعا هتعاقبه severely بقسوة. she would punish him severely، يعني هي اصلا في الطبيعي بتعاقبه وبتعنفه وتضربه. اوكي تخيل بقى لو عرفت ان هو عمل حاجة زي كده، وخصوصا ان ايه، فاكر في ليدي كانت ليش عيد عندهم، وكانت عزمة مين بقى؟ كانت عزمة قرايب مين؟ قرايب جوزها، وكان هو ده الاكل اللي عندهم مفيش غيره. يا ترى كانت هتعمل في ايه؟ طبعا اكيد كانت ايه هتعلقه طبعا اكيد. اوكي 23 the appearance of the soldier saved Bib. appearance ظهور، ظهور طبعا الايه الشرطه انقذ ايه، انقذ مين؟ انقذ بيب، صح ولا غلط؟ طبعا لما الجنود دخلوا وخبطوا على باب ايه جو، طبعا ايه بقى المشهد نفسه خلاهم كلهم ينسوا اي حاجه عن الفود واي حاجه عن اي شيء عن الاحتفال بالعيد والحاجات دي كلها.
قلنا his sister discovered okay didn't discover the he stole the food. فطبعا مع ايه مع هذا المشهد اوكي والدهشه اللي هم كانوا فيها ما حدش افتكر او فكر في ايه في الفود ولا الاكل ولا الشرب ولا اي حاجه خالص. الموقف نفسه اخدهم الموقف نفسه خلاهم يركزوا في هذا الموقف ينسوا كل حاجه غير كده. يبقى his sister didn't discover هي لم تكتشف that he stole the food ان هو اللي هو ايه سرق ايه طعام. يبقى his sister didn't discover that Bib اللي هو ايه stole the food ان هو سرق ايه سرق الطعام. The escaped convict needed a shelter. شيلتر مأوى صح كده؟ يعني مأوى بيت يعني ايه يقعد فيه. He was shaking while taking ايه talking to Bib. He was shaking يعني shaking يعني كان بيتنفض يعني بردان بيرتعش. while talking to Bib دينا طبعا خلي بالك يقول لي كانت في الوينتر في الشتاء قلنا طبعا في عيد كريسماس طبعا ايه في الشتاء فقلنا طبعا ايه بقى ايه هو الراجل كان ايه كان بردان it was very cold عشان كده he was shaking while talking to Bib كان بيرتعش هو بيتكلم ايه بيتكلم عشان كده Bib sympathized with him عشان كده ايه Bib تعاطف مع هذا الرجل اوكي بالرغم انه مجرم لكن he sympathized with him تعاطف معاه كان بيرتعش هو ايه هو بيكلمه. Bib was obedient. كلمة obey يعني مطيع صح كده؟ اثبت ان الواد ده جوده كان واد ايه مطيع. He promised to bring the food. هو وعده ده الوعد. He promised to bring the food and file to it to the convict. وعده. قال له توعدني على وعدك وفعلا اوفى وعده. يبقى he promised to bring the food and the file to the convict and وفعلا he brought them واحضرهم he brought them واحضر الفود والفايل الى ايه هذا ال convict. اوكي 26 Bib had اوكي طبعا contradictory feeling. contradictory feeling يعني ايه بقى يا ولد؟ يعني شعور متناقض مشاعر متناقضه towards the convict يعني بقى يعني هو كان يمكن خايف منه وفي نفس الوقت طبعا كان يمكن يعني متعاطف معاه كان خايف منه لانه الراجل ده شكله كده غريب شكله مخيف وكان متعاطف معاه لان شكل الراجل كان بيرتعش وهو بيكلمه. Bib was frightened of the convict كان خايف منه صح كده؟ يبقى هو ايه كان خايف منه تمام ده اول حاجه اهو هو كان خايف منه صح كده تمام. حاجه ثانيه he was sorry for him sorry for يعني بقى sorry for هنا مشفق عليه he was sorry for him يبقى عند هنا ايه فعلا كان هو ايه عنده شعور متناقض تجاه هذا ايه هذا السجين الهارب. ايوه اول حاجه عندي he was frightened of him كان خايف منه. الحاجه الثانيه he was sorry for him he was sorry for him he was sympathized with him كان متعاطف معاه كان مشفق عليه ممكن اقولها ايه he was sorry for him او he was sympathized with him. اوكي Bib was generous الواد ده كريم صح كده انت متفق معايا؟ ايوه يا مستر متفق معاك كان كريم صح فعلا. طيب ايه الدليل he took the convict a lot of food all the food اخذ له كل الطعام اللي كان معاه ايه موجود عندهم هنقول طبعا كانت عندهم طبعا ايه راس السنه وايه ايه اخت جو عازمه ايه طبعا قرايب جوزها فاخذ ايه ما اخذش جزء من الاكل لان الاكل كان يدوب يعني فاخذ ايه a lot of food او ممكن اقول ايه all the food اخذ كل الاكل اللي كان موجود. يبقى Bib was generous ايه الدليل he took the convict اخذ للراجل ده الكونفكت دوت all the food كل الطعام اللي كان عندهم. Bib was faithful كان faithful كان مخلص ايوه كان مخلص لهذا الكونفكت ايوه كان مخلص. طب بروف اثبت عايز ايه عايز اثبات عايز دليل. He didn't admit لم يعترف that he saw the convict too on the marshes لما هو طبعا قابل ايه الجنود اوكي كان ممكن Bib اوكي يعترف عليهم ويقول لهم انا شفته ايه ويبلغ عنهم لكن he didn't admit that he saw the convict on the marshes تاني
he didn't admit, لم يعترف عليهم, لم يعترف in that he saw the convict on the marshes. Okay, عشان كده هو كان faithful, كان مخلص, لم يخن هذا convict. Bib was found of his sister's husband. Found of يعني كان بيحب, يعني مغرم بزوج أخته, يعني كان بيحب جو, صح كده؟ أيوه طبعا. Bib loved Joe kindness and helpfulness. جو ده كان kind to him, كان helpful to Jay, to Bib. يبقى جو ده كان إنسان طيب جدا. أوكي, والأحداث طبعا الجاية هتوضح لنا هذا الكلام. جو إنسان محترم جدا وطيب جدا وكان بيحب بيب. He was kind to Bib, he was helpful to Bib. تاني يبقى نقول, ممكن نقولها بطريقة سهلة جدا, طريقة بسيطة. He was kind to Bib, he was helpful to Bib. بس كده. تاني, he was kind to Bib, he was helpful to Bib. We that's enough. Okay. 30. Why do you think that? Okay. Bib. Bib يا مستر. أمال فيليب ده مين بقى؟ احنا قلنا يا ولاد. طبعا فيليب ده هو بيب. طيب ليه سموه بيب؟ لأنه هو صغير زي ما قلنا قبل كده في أول حلقة, إن بيب لما كان صغير, أو فيليب لما كان صغير ما كانش بيعرف ينطق اسمه, كان بدل ما يقول فيليب يقول بيب, عشان كده أطلق عليه اسمي بيب. لكن هو اسمه أصلي فيليب, اسمه الأساسي فيليب, لكن لما كان صغير ما كانش بيعرف ينطق اسمه, كان بيقول عليه اسمه بيب, عشان كده أطلق عليه اسم بيب. couldn't remember what happened to his family. هو مش متذكر ايه اللي حصل للاسره بتاعته. He was still young, كان صغير لسه, يعني طفل صغير. He was still young, كان طفل صغير. There is a gap generation, في طبعا يبقى فجوه اجيال between Bib and his sister, صح كده؟ تمام, انت متفق معايا؟ طبعا طبعا يا مستر متفق معاك. امال ايه الدليل؟ طبعا هنا يبقى فاكر السؤال ده قلناه قبل كده. She was 20 years older than him. أكبر منه بكم سنة؟ بعشرين سنة. She was 20 years older than him. Again, she was 20 years older than him. أكبر منه بعشرين سنة. عشان كده ممكن أنا أضيف حاجة كده صغيرة هنا. She didn't understand him. عشان كده هي مش فاهماه, مش عارفة تفهم دماغه. She didn't understand him. She treated him badly and complained about him. She treated him badly, بتعامل وحش. And complained about him. تاني يبقى في في فرق أجيال بين الاثنين. She was 20 years older than him. She treated him badly and complained about him. Okay, يبقى في فرق A gap generation, فجوة أجيال بين بيب وبين أخته. تاني, she was 20 years older than him. She treated him badly and complained about him. Okay. Number 20, 32. If you were Bib, لو أنت مكان Bib, would you go to the graveyard at this early age alone? لو أنت مكان Bib, هل أنت كنت تروح المقابر لوحدك؟ أوكي, وخصوصا أنك صغير كده يعني. أوكي, no طبعا. He should have gone with an adult. المفروض كان راح مع واحد كبير, يعني راح مع جو مثلا, راح مع أخته. يبقى no, هو Bib غلطان في هذه طبعا هذا التصرف. ليه طيب؟ he should have gone, المفروض كان كان راح مع an adult, يعني adult يعني سن كبير يعني. okay, why do you think that the convict grabbed Bib's shoulder and choked him? ليه يا ترى هذا المتهم ده مسك كتف مين؟ مسك كتف طبعا Bib وهزه. okay, ليه بقى؟ to frighten him, عشان يخوفه, عشان يرعبه. to frighten him, يبقى هنا يبقى to frighten him. يبقى أول حاجة عندي, to frighten him. حاجة تانية and make him obedient. make him obedient تاني. يبقى أول حاجة عندي to frighten him تاني. to frighten him. حاجة تانية to make him obedient. يخليه obedient, يعني يخليه مطيع يسمع كلام تاني. يبقى هذا الكونفكت مسك طبعا كتف مين بقى؟ كتف بيب. ايوه, وهزه. طب ليه؟ عشان اول سبب عندي رقم واحد to frighten him. تمام, السبب الثاني to make him obedient. to make him obedient. اوكي, 34.
Why do you think that Bib helped the convict? طيب ليه ساعدوا؟ ليه ساعدوا؟ قلناها قبل كده. ساعدوا ليه؟ He okay was afraid of him. كان خايف منه. ده السبب الرئيسي. He was afraid of him. حاجة تانية. He was some beside with him. يبقى عندي حاجتين. يبقى هو ساعده ليه؟ ليه بيب ساعد هذا الرجل؟ يا مستر عشان حاجتين. أول سبب عندي وكان خايف منه. He was afraid of him. السبب الثاني he was sympathize with him. كان متعاطف مع يعني كان متضايق علشانه. راجل كده ايه يائس وبلا حيلة وبيرتعش من ايه من البرد. فايه he was sympathize with him. Okay. 35. Why do you think that Bib went to his parents' grave in or on Christmas Eve? إيه يعني في عشية أوكي العيد يعني صباح العيد يعني أوكي طيب في ليلة عيد الميلاد يعني. He was sad and lonely. He missed them. He was sad. طبعا طفل صغير. He was sad and lonely. حاسس بالوحدة. He missed them. He was sad and lonely. He was sad and lonely. He missed them. طبعا كان بيفتقدهم. 36. Why do you think that Bib felt sorry for the convict? قلنا ايه بقى؟ The convict suffered like Bib. لانه كان بيعاني. حاسس بيه. لانه برضو ايه بيحس ايه؟ لانه برضو Bib كان بيعاني. The convict suffered like Bib. كان بيعاني زيه. هم الاثنين كان بيعانوا. Bib بيعاني من ايه؟ من الفقر وبيعاني من اخته. والرجل ده برضو بيعاني من الظروف الصعبة اللي هو فيها. يبقى they suffers. هم الاثنين كان بيعانوا a lot. Do you think that Bib was right to help a convict? هل انت اوكي تعتقد ان بيب اوكي كان محق ان يساعد هذا الرجل هذا المتهم او هذا المجرم اوكي no but he had to do that because he was scared. طبعا انا اي وجهة نظري المفروض ما كانش يساعده. طب ما عمل كده ليه؟ he was scared كان خايف غصب عنه برضه. هو ساعده احنا قلنا ليه بقى؟ قلنا he was afraid he was scared كان خايف منه. He was scared. He was afraid of this man. Okay, عشان كده ساعده. Show that Mrs. Joe was boastful. دايما بتتباهى. Boastful. دايما بتتباهى. دايما بتكلم عن نفسها كتير. She reminded Bib that she looked after him. دايما تقول له ايه؟ I looked after you. دايما بتذله كده. تقول له بقول لك ايه؟ لأنا اللي بعتني بيك. ده أنا ايه؟ أنا اللي شايلاك وأنا اللي مربياك وأنا كل حاجة. Okay. هي دايما بتقول له ايه she looked after him. هي دايما بتقول لبيب she looked after him. اوكي 39. بيب was طبعا contradictory feeling. اوكي okay. طيب قلنا بيب had contradictory feeling concerning telling Joe about his theft. دي قلناها قبل كده يا ولاد. يعني بقى يعني هو كان عايز يقول لبيب عن السرقة ايه اللي سرقها لكن ده ايه تراجع في كلامه. كان عنده شعور متناقض. هو حب يقول لجو. He wanted to tell Joe that he stole the food and the file but ولكن he didn't tell him. قال لهوش. يا ترى ليه؟ قلنا he didn't want to lose Joe as a friend. He didn't want to lose Joe as a friend. كان خايف على هذه الصداقة اللي بينهم. ما كانش عايز يفقد الصداقة ديت. اوكي تاني يبقى ايه نقول he wanted to tell the truth. He wanted to tell Joe that he stole the food and the file but he didn't. ما قالش. طب ما قالش ليه؟ because he didn't want to lose Joe as a friend. ما كانش عايز يفقد جو كصديق عشان كده ما قالش. 40 وده اخر سؤال هنا ايه يا شباب معانا. Bib was cunning. Do you agree? Bib ده كان ايه كان اوكي قلنا كان ماكر كان مكار صح كده؟ وده كان مكار. هل انت موافق على الكلام ده ولا لا؟ يس طبعا. He stole the food and the file. هو سرق الفود والفايل. And he wasn't discovered. وما حدش عرف. He wasn't discovered. ما حدش يعني اذا ما سابش اي دليل او اي اثر وراه ايه علشان كده ما حدش عرف ان هو اللي سرق ايه الفود والفايل. تاني يبقى عندي yes ايوه هو ايه هو طبعا ماكر مكار يعني. He stole the food and the file. هو سرق الفود والفايل. And he wasn't discovered ولم يكتشف.
he wasn't discovered ولم يكتشف. وكده يا شباب وصلنا لنهاية شابتر 1 آخر الفصل الأول. أوكي، وأفكرك إنك تشترك في القناة لكي يصلك كل جديد، وإلى اللقاء في إن شاء الله شابتر 2 الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.